أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وسعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه القائم بأعمال السفير التايلاندي في البحرين مساء أمس. الحفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني وعيد الميلاد 88 لجلالة الملك بن بيبول أوديليا ديغ ملك مملكة تايلاند الصديقة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى جلالة ملك تايلاند، وتمنيات سموه لجلالته بموفور الصحة والعافية، وإلى شعب مملكة تايلاند الصديقة بمزيد من الرفعة والتقدم. وأكد سموه أن العلاقات البحرينية التايلاندية تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات، ارتكازا على ما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من أواصر قوية واهتمام متبادل بتطوير التعاون الثنائي إلى أفق أوسع بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين. من جهته أعرب القائم بأعمال السفير التايلاندي في البحرين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم سموه لمختلف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام بلاده بمد جسور التعاون مع مملكة البحرين وتوسيعها لتغطي كافة المجالات، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في شتى القطاعات.